بهدف تعزيز مشاريع المرأة التنموية وتسويق المنتجات، نظمت الغرفة الفتية الدولية في الوادي معرض وبازار الديني إم بمشاركة عشرات السيدات، وذلك في فندق الوادي بمنطقة المشتاية بريف حمص الغربي. نحن اليوم كشباب فاعل بغرفة الفتية الدولية الوادي، هدفنا نخلق منصة وصل بين سيدات المجتمع يلي هني عندهم مشاريع صغيرة، ذوات مشاريع صغيرة، والمجتمع المحلي، على أمل أنه يكون بازار الدني إم هو المنصة يلي بتوصلهم للمجتمع العالم، تعرفوا على منتجاتهم وأعمالهم اليدوية. انطلقنا بهذا المشروع تحت الحملة العالمية رايز اللي بتهدف لإعادة بناء الاقتصاد ودعمه وتعزيز قوة العمل بظل جائحة كورونا. نحن مشاركين معنا اليوم أكثر من 30 امرأة، وطبعا هاند ميد، كله شغل يدوي. ضم البازار عددا من المنتوجات المختلفة كالإكسسوارات والأشغال اليدوية كالصوف والكروشيه والحلويات والشوكولا والهدايا الخاصة بعيدي الأم والمعلم. بما أنه البازار جايب عيد الأم واسمه بازار الدني أم، حبيت شارك بشغلي. هاي مثل سنيكر، وهي الشوكولا ترانسفير، بتاكل كتير شغل على الايد وبدها شوي هيك دقة. عاملة معمول صيامي، معمول تمر، كمان الدنيا صيام. أشغال كروشيه، أشغال فساتين، هدايا سوفينيرات لعيد المعلم، عيد الأم، هيك أشياء، الأشياء البسيطة والأشياء الكبيرة. بتناسب الجميع إن شاء الله. بتشكر كثير الغرفة الفتية، يعني الجي سي اي، انه فتحوا لي الفرصة لحتى اقدر شارك معهم وبين شغلي يلي هو تطريز وهدايا بسيطة هيك لعيد الام. طرست عليها كلمة ماما، كمان هلا خيطت كمامات. نحن بنشتغل هاند ميد، وبتشكر الجي سي اي انه خلتنا نعرض اغراضنا، وان شاء الله يكونوا يعجبوكم. وفي عندي فكرة جديدة حابه تشوفوها كمان، مكعب لذكرى هو، وبيحوي حوالي 8 صور من اختيارهم. يعني طول عمره بلدنا، بس يمرض يلي بينقذوا ايديه وشغله الحقيقي، فهدول عم بيشتغلوا بايديهم هالامهات وعم بيبيعوا مشان يترزقوا. فكل عام وكل ام بكل خير، وسوريا بألف خير. الحقيقه انا مرتاحه هيك. ليش؟ انه في شغلات حلوه جاهزه نشتريها وشغل ايد، مش انه برا يعني. ايه، فالحقيقة انبسطت كثير واشتريت. يهدف البازار الى تشجيع الايدي العاملة من النساء اللواتي يعملن بجد في منازلهن، والذي حظي باقبال كثيف من قبل الزوار الذين جاءوا بحثا عن هدايا مميزة مصنعة يدويا لاهدائها لست الحبايب. من معرض وبازار الديني ام في فندق الوادي بريف حمص الغربي، شيرين العلي، الاخبارية السورية.